السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة المفروض إن أنا متفق مع محمد فتحي إن إحنا نجهز موضوع جديد علشان نقدمه يعني في برنامج الرحلة في السلسلة بتاعت اتنين في الرحلة. فأنا هتصل بمحمد فتحي دلوقتي، هو في البيت وأنا في المكان اللي بصور فيه عشان فيديو تاني، فهتصل بيه أشوفه عمل إيه في الموضوع. مفاجأة كده، هو مش عارف إن أنا هتصل بيه. شكلك في السنتر. في السنتر. اجهز الفيديو التاني ده يعني بتاع ده ليه؟ ملوك العالم؟ لا، حاجة تانية. بس قول لي انت عملت ايه في الفيديو بتاعك انت اللي احنا هنجهزه ده؟ اقول لك انا، بص، هو انا كتب الحاجات في كراسة بس انا مش قادر اقوم. صايم يعني وتعبان وبتاع وحاجات كتير؟ لا هو تعب فعلا. لا مش حته صايم، تعبان جدا يعني. لا والله، يا سلام عليك. الله يسلمك يا ريس. طب مجمعت يعني معلومات كفايه؟ مجمع حبه معلومات حلوين يعني. لا والله والله يا ابعتهم لك على البتاع دوت، ولسه برضو عايز ادور اكتر يعني. انا امبارح نزلت حتى ايه حاجه كده على الواتس، قلت ايه تعرف يعني عن اطلانتس. ايوه، ففي ناس دخلت عماله تقول لي في معلومات، وفي اللي داخل يقول لي انا ما اعرفش حاجه ونفسي اعرف. فهو انا برضو بحاول ان انا اخد معلومه من هنا على معلومه من هنا على وتحليلها. طب بتلم لي يا محمد معلومات؟ يا محمد بتلم لي، ما هو تحليلها بقى بعد كده. وماله، نحللها، مفيش مشكله. ماشي يا باشا. ماشي خلاص. هنتقابلوا امتى بقى نصوره؟ انت قلت التلات. التلات، تمام ماشي. امتى بقى التلات؟ اقول لك قبل الفطار بقى، الساعة 4 مثلا ولا كده. طيب تمام، ايه رأيك؟ تمام معاك. 4:30 كده يعني، معاك ان شاء الله. ماشي معاك. طب يا حمو، انا اصلا دلوقتي انا بسجل لك وبصور لك كل حاجة كده وانت مش واخد بالك على فكرة. وانا ايه؟ وانت مش واخد بالك. لا بجد؟ والله. اتزيحها في الكاميرا الخفية يعني ولا لا؟ مش في الكاميرا الخفية، في برنامج الرحلة الخفية. بس مع هو كده بقى خلاص، انا زنقتك في خانة اليك. انا هو بص بصور فيديو ماشي عشان اقول انت جمعت معلومات ولا ما جمعتش. هديك جمعت معلومات. الله كمان. امال ايه؟ طبعا. انا صحيح الفيديو اللي انت نزلته امبارح دوت، انت نزلته بعد ما انا نمت؟ وكنت ساعتها بقى ايه اللي هو رايح في النوم بمعنى الكلمه، وجيت الصبح اما صحيت بشوف لقيت ان الستوري نازله. ايوه، فدخلت اهوت لسه بعمل شير. انت دخلت كلم، انت كلمتني. ايوه، من نزلته على الفيس وحطيته على كذا جروب كده. ما انا اهوت داخل اعمل له شير. وعجبني التعليق بتاع مستر صلاح. لا ما بيقول لي انا مستني. لا عجبني التعليق صراحه. طب كفايه يا حمو عشان احنا بنسجل كل حاجه، خلي بالك يعني. بلاش فضايح. طب بقى، هو انت هتذيع الحاجات ديت؟ هذيعها يا باشا، امال ايه؟ طب لما اقول لك بخ بخ. ما انا هبخ معاك. طيب. حبيبي يا مستر. ماشي يا حمو، ربنا يخليك. ماشي، يا سلام. ماشي، مع السلامة. قاعد اسبوعين بتجمع لي في معلومات عن اطلانتس، المهم يعني جبت معلومات كفايه. شوف هفاجئك. طب ما تسمعني. قاره اطلانتس او جزيره اطلانتس هي قاره افتراضيه لم يثبت وجودها حتى الان بدليل قاطع. طب واللي يجيب لك الدليل؟ تعرفت حاجه؟ يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 اكتشف مجموعه من البريطانيين الباحثين موقع مدينه اطلانتس المفقوده قبل سواحل جنوب اسبانيا، وقالوا ان في اثار قديمه تم فحصها باستخدام الاقمار الصناعيه بتقدم دليل على وجود جدران مينا ضخم اتقدر عمره لعصر ما قبل اليونانيين والرومانيين. لحظه بقى، وهو ده الكلام اللي قاله افلاطون في المحاورتين بتوعه كريتياس وتيمايوس، وحكى كلام عن جده تولونو عن رحلته لمصر ومقابلته للكهنه وكلامهم عن القاره الاطلسيه اللي هي حكمت العالم، والحضاره الفرعونيه اكدت ان شعب اطلانتس وصل لتكنولوجيا محدش وصل لها قبل كده. بدليل في معبد ابيدوس لقوا كلمه اطلانتس وتحتيها طياره وغواصه وطبق طاير. كمان جنوب اسبانيا فيها مدينه قديمه فيها بناء بنفس المواصفات اللي بيشبه المعبد الفضي بتاع بوسايدن اللي هي البحر. بص كده على خرائط كولومبوس قبل اكتشافه امريكا، هتلاقي في رسم لجزيره كبيره مفقوده ومش موجوده حاليا، والمحتمل تكون هي دي اطلانتس.
مجموعه من الباحثين لقوا سور طوله 120 كيلومتر موجود تحت المحيط الاطلسي، ومش عارفين حاليا هل ده بيخص قاره اطلانتس ولا لا، غير الاثار اللي لقوها تحت مثلث برمودا. وفي بعض العلماء بيقولوا ان دي بتخص اطلانتس، وفي بعض تاني بينفي الكلام ده وبيقولوا ان هي ما تخصش اطلانتس، ودي اصلا اثار من صنع الطبيعه. تيار الماء المعروف باسم تيار الخليج النابع من قاره امريكا ورايح على قاره اوروبا، يتفرع لجزئين في منتصف المحيط الاطلسي وكانه بيلف حوالين الارض. اهي التفريعه دي بقى العلماء بيقولوا ان هي بسبب قاره اطلانتس القديمه. تعرف ان في نظريات جديده بتقول ان اطلانتس موجوده عند مضيق جبل طارق بس غرقت في البحر من 11000 سنه. بص كده على الصور دي، هي دي اطلانتس. المعروف ان سكان اطلانتس كان عندهم قوه بحريه عظيمه جدا، وتقريبا ده كان السبب في فساد اخلاق، عملوا هجوم على اثينا بس للاسف النتائج كانت كارثيه، بعدها طبعا حصل فيضان واختفت اطلانتس كلها تحت المحيط. المهم بقى ان موضوع اطلانتس شغل العلماء والفلاسفه الاف السنين، واصبح حلمهم كلهم ان هم يوصلوا لها، يوصلوا الحلم المدينه المفقوده. هي حقيقه ولا خيال؟ هنسيب الموضوع ده للزمن يثبت لنا ان كانت هي فعلا موجوده ولا لا. بس بصراحه معلومات جميله محمد، تستحق المجهود. انا نفسي استفدت من الموضوع جدا وعجبتني الرحله. قول لي بقى هتودينا فين الرحله الجايه؟ اقول لك بس المره الجايه.